السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا مسيرة التعلم. إذا اليوم يجيكم الدرس الأول في الجغرافيا للسنة الأولى ثانوي جامعة مشترك علوم وتكنولوجيا. إذا ما نطولش عليكم، هنبداو في الدرس. يعني هذا الدرس ماشي الدرس قاعيتك، بس حنا ما درناش الدرس قاع في حصة واحدة، دونك حندير لكم نص ساعة والمرة الجاية ندير نكمل لكم النص الآخر. عندنا أدوات الجغرافيا يعني المجال تاعنا، وعندنا في الكفاءة القاعدية، بس كنديرو المجال وبعد نديرو الكفاءة القاعدية. ها هي عندنا أمام وضعية إشكالية تتعلق بجمع واستثمار المعلومات في الدراسة الجغرافية، يكون المتعلم قادرا على إخبار واستغلال أدوات المادة المناسبة بشكل منهجي لدراسة الظاهرة وانتقاء المعلومات. هذه هي الكفاءة القاعدية، يعني لواش حنوصلوا في النهاية تاع هذا المجال. دوكا نروحوا للدرس. عندنا الوضعية الأولى، أدوات الجغرافيا الإشكالية. يعتمد الجغرافي في دراسته وبحوثه على مجموعة من الأدوات التي يمكن الاستغناء التي لا يمكن الاستغناء عنها للوصول إلى الحقائق الموضوعية. عندنا دوكا هذه الإشكالية، فما هي هذه الأدوات وخصوصيتها؟ عندنا التعليم واحد من خلال خرائط صفحة 12 ل 27 تعرف على الأدوات الجغرافية مع تحديد خصوصية كل أداة. دوكا عندنا التعرف على أدوات الجغرافيا وخصوصيتها. عندنا واحد الخريطة، مفهومها هو تمثيل جزء من الكرة الأرضية على لوحة مستوية وفق مقاييس رسم معين. با أنواعها، خرائط طبيعية، خرائط بشرية، خرائط اقتصادية، خرائط سياسية، وخرائط سياحية. مكوناتها، أصبر نطلع لكم مكوناتها. هو العنوان يشمل محتوى الخريطة ويكتب عادة في الأعلى. المقياس هو قيمة على شكل عدد كسري أو خط يتم تصغير المسافة بالنسبة للظاهرة الجغرافية وتمثيلها على الخريطة بالسنتيمتر، بما يعادل المسافة الحقيقية على الطبيعة بالكيلومتر. أنواعه، المقياس الصغير يوجد في الخرائط الدولية والعالمية، المقياس المتوسط يوجد في الخرائط الطوبوغرافية، المقياس الكبير يوجد في الخرائط التفصيلية. مفتاح الخريطة، يتضمن رموزا تعكس الظاهرة والظواهر الممثلة في، وهي عبارة عن رموز متداولة وهي أساسيات لقراءة الخريطة. توجيه الخريطة، يحدد الشمال الجغرافي، يكتب عادة في الأعلى بواسطة سهم على أساسه يتم تحديد بقية الجهات. الإطار، يحدد المكان الذي تشغله الخريطة. هكا نكونوا كملنا على الجزء تاع الدرس تاعنا تاع جغرافيا. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.